عندنا كوبايه سمنه، كوبايه زيت، كوبايه حليب دافي، وعندنا كمان كوبايه ميه دافيه، معلقتين كبار سمسم محمص، ونص كوبايه زعتر الحلبي اللي هو الزعتر اللي بيبقى بسمسم ده يا جماعه المفروم ده، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره من السكر، ونص معلقه صغيره من الملح. دي كده مقادير العجينه بتاعتنا، اشبه ما تكون بالقراقيش بس قراقيش بالزعتر. تمام، تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. بدايه هاخد السمنه والزيت واحطهم على النار، فتعالوا بينا كده ناخد الطاسه دي. هدفيهم شويه، نقدر نستخدم الكوبايتين زيت. تمام، ونحط كده على النار عشان يسخنوا طابع الزعتر دي، وبعدين هنشوف احنا هنعملها ازاي، بس هدخلها يلا عشان تستوي. هنا بقى دي تسويتها مختلفة، قلنا كله على اعلى درجة حرارة والرف اقرب للارضية والكلام ده كله، هنا بقى الوضع غير. هعمل ايه؟ هرفع الشبكة تبقى في النص، انا هسوي نوع من البسكوتات او المقرمشات، فمحتاجة ان النار تكون مش عالية قوي علشان القراقيش او البسكوتة دي تستوي، وفي نفس الوقت تبقى مقرمشة. وهدي النار، احنا كنا على اعلى درجة حرارة، فهنرجع بقى للمية وسبعين بس كده. نشغل بقى كده، جهزت الفرن بتاعي. انا هستنى شوية عشان درجة الحرارة تظبط، عشان هي كانت عالية قوي، هستنى شوية وبعدين هدخل صوابع الزعتر علشان تستوي في الفرن زي ما اتفقنا، الفرن يكون على درجة حرارة 170. تعالوا بينا بقى نشتغل. هحط الدقيق في العجان، هحط معاه السمسم المحمص والزعتر، ما ننساش نحط الملح، السكر، وحط كمان الخميرة ونقلب. ومجرد ما السمنة والزيت دفيوا دفيوا بس، هبتدي احطهم على الخليط بتاع الدقيق، وتعالوا بينا نكمل ونبستهم شوية. الاقي كده ان الدقيق بقى عامل زي حبيبات الرمله، بص بقى عامل بالشكل ده. تمام، هبتدي بقى ان انا انزل الميه بتاعتنا، الميه او اللبن تمام المتاح عندنا، فتعالوا بينا ننزل يلا عشان تتكون معايا عجينه سهله التشكيل. بقى انا مش محتاجه اعجن كتير، مجرد بس ما الاقي العجينه اتشكلت معايا خلاص انا بكتفي بكده، عشان ما يبقاش للبسكوتات بتاعتنا دي عرق. فايه دي العجينه بتاعتنا اهي،
اتاكد بس ان هي جمعت مع بعض وخلاص. وتكونت معانا عجينه سهله التشكيل زي ما انتم شايفين كده، تمام زي الفل. هنسيبها برضو تخمر وقت صغير على البال، بس ايه ما ترفع معانا كده، نحطها كده في طبق غويط ونغطيها ونسيبها برضو تخمر ويتضاعف حجمها ونغطي. حالا احنا خلصنا العجان خالص، احنا نقدر نشيله تماما بقى. ايه رايك كده استاذ حمدي؟ زي الفل. تسلم. الفرن بتاعنا خلاص ظبطت درجه حرارته وهدي. تعالوا نحط بقى فيه صوابع الزعتر علشان تستوي على الرف الوسطاني على درجه حراره 170 علشان تستوي معانا وتبقى مقرمشه. ناس كتير بتكلمني تقول لي القراقيش بعملها وبنفس المقادير والدنيا تمام، مشكلتها بس معايا ان هي من جوه بتبقى مش مستويه او معجنه. ده دليل ان كان الفرن حامي عليها، اخدت اللون وهي لسه جوه عجينه، ما اخدتش راحتها وما اخدتش وقتها في التسويه. فتسويه القراقيش او الحاجات المقرمشه عموما زي اللي احنا عاملينها النهارده مثلا بتحتاج، والبسكوتات والكلام ده كله بتحتاج درجه حراره اقل شويه من المعجنات اللي احنا عايزينها تطلع معانا طريه وهشه. تمام. تعالوا بينا نشكل بقى صوابع الزعتر. جزء من العجينه اللي خمرت، دايما العجينه بتاعتنا في جميع مراحل تخميرها وتشكيلها لازم على طول تكون متغطيه. تعالوا بينا بقى نفردها كده. نجيب النشابه، ممكن نفرد بقى على كيس تلاجة او كيس سندوتشات. ولازم يكون الارتفاع كله او سمك العجينة كلها زي بعضها، اللي يعني بايديا اكتر بحس بيها وبشوف كده الدنيا عاملة ازاي، كله يكون نفس السمك بالشكل ده. حلو قوي، هايل. خلاص فردناها بشكل مستطيل. هنجيب يا قطاعه يا اما سكينه، كان في قطاعه مشرشره عندنا كده. مثلا هناخد ده ونبدا ان احنا ايه نلف حوالين بعضه اهو واحطه في الصاج. عايزين نعمل طويل قصير زي ما احنا عايزين بنفس الشكل اللي احنا شغالين بيه كده. عايزاه تعمليها صوابع عاديه جدا زي بتاعه القراقيش برده مفيش مشكله خالص. تمام. عايزه اخليهم كلهم قصيرين شويه. بنسيب ما بين كل واحد والتاني كده فراغ. اتفضلي يا استاذ حمدي. استاذ حمدي ايه الصوت؟ ايه الصوت؟ خلاص تمام. تمام. اظن التشكيل سهل جدا. بنخلص بقى ونسيبها كده نصايه على ما فرننا يظبط ويسخن. نبتدي ندخل على طول ونخبز على درجه حراره 170 على الرف الوسطاني. اظن مفيش اسهل من كده، يعني عاملين شويه حاجات النهارده بجد تحفه جدا جدا. والتشكيل زي ما انتم شايفين سهل وبسيط، وفي ثواني هتكوني مخلصه الكمية اللي انت بتعمليها. تسوية
الصوابع بتاعت الزعتر محتاجه تسويه هاديه على نار هاديه، يعني على درجه حراره 170، والرف في النص زي ما انتم شايفين كده لسه شويه. تعالوا نبص عليها بصه، بصوا لونها من تحت خطيره ومن فوق. الاهم من كده ان هي خفيفه، ده دليل على ان مفيش عجينه جوه، يعني هتلاقيها مقرمشه معاكي. هدخلها بس دقيقتين واطلعها تاني على طول. يبقى التسويه بتفرق معانا جدا جدا، بتخلي حاجه تطلع معانا مقرمشه وحاجه تطلع معانا طريه، فده بيفرق جدا في التسويه ودرجات الحراره والشبكه او الصاج بتاعنا محطوط فوق محطوط تحت محطوط في النص على حسب. ودي كانت صوابع الزعتر. لا ريحتها لوحدها حكايه، زي ما قلت لكم الزعتر مفيد جدا. بصوا الجمال، بصوا اللون من تحت، تسويه ما شاء الله خفيفه خالص. طبعا هي سخنه بس بصوا لو جينا نقسمها هتلاقوها من جوه مفرغه ومورقه، تمام تحفه ما شاء الله اللهم بارك. سيبيها بقى تبرد خالص على الصاج، زي ما قلنا اي نوع من انواع المعجنات سيبيه يهدى شويه، تمام تشيلوش هو سخن قوي، وبعد ما يهدى شويه نبتدي نشيله. طيب لو معجنات طريه وخايفه عليها ان انا اسيبها في الصاج كده فتنشف، غطيها بفوطه منديه، يعني هبل الفوطه واعصرها كويس قوي قوي، وبعد كده هحطها على الصاج واسيبها تنشف براحتها، تبرد المعجنه تبرد براحتها وهي متغطيه بالفوطه المنديه. اللي هيحصل ان هي كمان هتخليها طريه اكتر، لو وشها مثلا ناشف شويه لا الفوطه هتطريها معاكي وهتخليها خطيره.